بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد بعنوان الأمل والوفاء. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة. على أي شيء استندت أمل؟ استندت أمل على عكازيها ومضت إلى آخر الصف وهي حزينة. ما الفقرات التي تبعتها أمل في الحفل؟ تبعت لعبة سباق الكراسي الموسيقية، فقعت البالونات بالأرجل، وسباق البرق. ماذا كانت تفعل أمل في نهاية كل فقرة؟ كانت أمل في نهاية كل فقرة تصفق وتتقاطر من عينيها الدموع. ماذا فعلت المعلمة عندما شاهدتها؟ اقتربت المعلمة من أمل في حنو شديد وأخذت تمسح دموعها. ماذا كان يجول في ذهن أمل وهي تشاهد فقرات الحفل؟ كان يجول في ذهنها أن التلاميذ يشاركون في جميع الألعاب وهي غير قادرة على المشاركة بسبب عجزها. ماذا فعلت المعلمة مع أمل؟ صحبت أمل إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة لتعلمها لعبة جميلة وأقنعتها بأنها تلميذة ذكية ويمكن أن تجيد كثير من الألعاب. فيما فكرت أمل بعد أن قالت المعلمة لها سوف تشترك في النادي؟ أخذت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. فيما فكرت أمل؟ فكرت أمل بعد أن قالت المعلمة لها سوف تشترك في النادي، أخذت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. ما اللعبة التي تعلمتها أمل في النادي؟ تعلمت أمل في النادي السباحة. ماذا كانت تفعل المعلمة مع أمل أثناء الدروس؟ كانت كل يوم تبث فيها الأمل والإصرار على التفوق، وكانت أمل تتقدم بخطى ثابتة ويدفعها الأمل والرغبة في التفوق. ما الخبر الذي أحزن أمل؟ الخبر الذي أحزن أمل أن معلمتها أصيبت في حادث سيارة ونقلت على إثره إلى المستشفى. لماذا كان هذا الخبر مؤلما على أمل؟ لأن المعلمة كانت لها مكانة كبيرة في قلبها. ماذا فعلت أمل بعد زيارة معلمتها في المستشفى؟ واصلت أمل التدريبات في نشاط وعزيمة، ولم تنسى كلمات المعلمة معلمتها معها على تحقيق التفوق. ماذا حصلت أمل بعد عام؟ حصلت أمل على الميدالية الذهبية في السباحة. لماذا استحقت أمل الميدالية الذهبية؟ لأنها تغلبت على الصعوبات وكانت لديها همة وعزيمة في تحقيق التفوق. ماذا فعلت أمل بعد أن استلمت الميدالية الذهبية؟ نزلت فوق المنصة وارتمت في أحضان معلمتها في مشهد